شكر كذلك لضيوفك في الاستوديو. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم دقائق الأولى والمحاولة الأولى، لعويس يتصدى لكرة ليونيل ميسي في اللقطة الماضية، في أولى المحاولات، في أول اختبار سعودي، في أول لقطة. المنتخب السعودي بكعب ممتازة، أرضية، أوه، ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني. نعم، أسلوفيني سلافكو، ميسي بقدمه اليسارية، ميسي بالقدم اليسرى، هنا التسديدة تأتي والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني. ليونيل ميسي يبدأها للأرجنتين ويسجل أول أهداف الأرجنتين في هذا اللقاء من علامة الجزاء بالتسديدة اليسارية في شباك مرمى الحارس محمد لعويس. يسجل المنتخب، ميسي يتقدم، تسلل كان موجود، نعم في الكرة الماضية، تسلل كان موجود في اللقطة الماضية على ميسي. صار أرجنتينية، محاولة المرور والتقدم، هنا تهدف اليسار، المرور والتدخل كان موجود، وبالتالي الخطأ لمصلحة المنتخب السعودي في اللقطة الماضية. خطأ كان موجود على رافائيل لعويس، لو تارو مارتينيز يسجل ثاني أهداف المنتخب الأرجنتيني. لو تارو مارتينيز من سجل وعادل ميسي في التصفيات على مستوى أحراز الأهداف. تسلل، نعم 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 نعم، تسلل كان موجود في اللقطة الماضية. لو تارو يمر يسدد ويسجل، موجود وحتى الآن ينجح. المهمة جدا، السلامة لسلمان الفارسي.